بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، معكم أخاكم في الله معاذ تيجاني. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، ربي يوفقكم، ربي يحفظكم، وربي يجازيكم عنا كل خير على رسائلكم الطيبة. إخواني، بدون إطالة إن شاء الله، بدون إطالة، حبيت نوجه رسالة لكم جميعا محبين الطيور، لأني أشعر أن تربية الطيور، قد هذه الهواية الجميلة النبيلة قد سرقت منا، قد سرقت، يعني خونوها ناس اللي نعتبرهم دخلاء على هذه الهواية، خمسين سرقت منا خلاص. الناس تاع بكري لي زونسيان راهم يعتزلوا يوم بعد يوم، يعني المحبين تاع بصح تاع الطيور خمسين، يعني راكم تشوفوا واش راه صاري من فيتن من المهم. اخواني الاعزاء، يعني بكري نقل، انا كنت صغير، يعني كنت نجيب طير، اي طير نجيبه، نجيب كناري نفرح به، يعني اي واحد فينا خاوتي بكري كان يجيب طير، اي طائر، سواء كناري سواء مقني سواء اي طائر، شونتور افريكا موزمبيق، يعني كان يفرح به، يفرح تجيبه وتستناه، يعني فاقت بشغف، تستناه بشغف باش يخرج واش عنده من غناء وتغريد، يعني تستناه بشغف خاوتي. انا كنت صغير نهضر على نفسي، كنت كي نجيب هكا مقنين ولا صوفاج نخليه يامات عندي، نخرجو كل يوم للغابة، نديهم جهة الواد الغابة، يعني نستناه فرحان فرحان على قلبي، هكا يضرب خاوتي يضرب، نستناه هيك شو هيك يخرج بهذاك الراماجمون ولا نحس قلبي بغا يخرج من بلاصتو. وللأسف الآن هذاك الشيء مبقاش خاوتي، مبقاش، لأنه علاش؟ دخلوا ناس راهم يعيبوا في الطير، أي طير تجيبه ولو يعجبك يجي انسان صاي خلاص، يخسر لك النيات تاعك تماما. هذا المقنين فيه الويط، هذا المقنين فيه الزاق، هذا المقنين فيه الان، هذا المقنين. خاوتي الاعزاء، انا فقط رساله لكم، اذا راه عجبك طير ومخلويك ومفرحك، ما تخليش انسان داخل على الهوايه يخسر لك المراد تاعك. ربي والطير كيما بكري، ربي والطير كيما بكري، الطير اللي تجيبه هذاك خلق الله عز وجل، خلق الله عز وجل. اذا نفرحك يا اخي خليه يخلويك، ما تخلي حتى انسان يخرب لك في العقل تاعك، راه نفرحك ربي يسهل في الخير. المهم خاوتي، هذه هي الرساله اللي حبيت نوصلها لكم، ما تخليوش هاد الناس الدخلاء يخسروا لكم تربيه وهوايه الطيور. باذن الله، باذن الله انا نشوف لا ربي كتب بهاد يعني الفيديوهات، يعني يعني مشاركه بعض الاخوه ثاني المربين اللي راهم يديروا فيديوهات مفيده وكل شيء. ان شاء الله ان شاء الله الهوايه راها ترجع، يعني ترجع كيما كنا قديما نحبوها. يعني هذه الهوايه خالتي ما راهاش فقط تجاره، ما راهاش فقط يعني تبلعيط، الناس ولا تبلعت ولا تكذب باش تدخل يعني المال باي طريقه. لا خالتي، هذه الهوايه ماشي هكذا، وعمرها لا تكون هكذا. ونتمنى ان شاء الله الهوايه هذه، حب الهوايه يرجعكم ايامات زمان، كما يا مات زمان كنا نتلاقاو بصحابنا وحبابنا، وكل واحد يجيب المقنين تاعه، وكل واحد يجيب الطير تاعه، ونخرجوا مع بعض ونديروا فيها قصره مليحه، قاعده مليحه، والله يا مات ما يتعودوش خاوتي. المهم هذه ان شاء الله رساله من قلبي، من اخوكم في الله معاذ تيجاني، ان شاء الله توصلكم. بارك الله فيكم، السلام.